يا شيخ مساء الخير من مساء جديد، الخير، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. طبعا أنا بداية بدي أتوجه بالتعازي الحارة لإلك ولكل أفراد عائلتك وأسرتك برحيل والدتك، ويلي أنت رثيتها بكلام جدا مؤثر ومعبر عبر مواقع التواصل، وبتمنى أنه تكون خاتمة أحزانكم. تسلم جورج، تسلم. أنت خي وصديق ولك معزة خاصة ببيتنا وعند أمي كمان، أنت بتعرف. الله يخليك، الله يرحمها الله يخليك. وتكون نفسها بالسما. تسلم تسلم. رح أرجع أحكي معك عن تجربتك مع الكورونا وتجربة عائلتك، ولكن خليني أبدأ من مشهد بكركي بالأمس ودور القوات. هل فعلا القوات اللبنانية امبارح ركبت موجة بكركي، أو إذا بدنا نقول عربشت على المشهد حتى هي تختصره وتحتكره وتكون هي بالواجهة؟ لا أكيد لا، بكركي مشهد خاص فيها لبكركي، ما حدا بيعربش على بكركي ولا حدا بيقرب صوبها، والقوات اللبنانية لا عندها نية تعربش ولا عندها نية تعمل هالقصص أصلا، لا صارت ولا بتصير. القوات اللبنانية كانت شبابها حاضرين ببكركي مثل كل الناس يلي اجوا على بكركي. أكيد العلاقة بين بكركي ومعراب علاقة خاصة واستثنائية ما بتشبه أي شيء تاني ممكن، بدون ثنائيات، بدون تكلف، بدون شيء، طبيعي حضور القوتيين ببكركي لأنه بيعتبروا هيدا بيتهم يعني ويكونوا فيه، بس إنه لا دعوة رسمية ولا احتكار ولا أي شيء من كل ما يقال موجود نهائياً. هيدي بكركي لكل الناس، ولأنه لكل الناس بالأكيد أكيد أنه هي كمان للقوات اللبنانية. هل القوات أو أنصار القوات هن اللي كانوا مسؤولين عن الهتافات يلي أطلقت ضد رئيس الجمهورية، ضد حزب الله، ضد إيران؟ يعني حزب الله إرهابي، إيران برا برا، هتافات ضد الرئيس وضد جبران باسيل؟ ممكن يكون في بيناتهم قوات عم بيهتفوا، بس كل الناس كانت عم تهتف، يعني ما حدا منا حاطط رادار وقاعد يراقب مين هتف ومين ما هتف. يعني بتعرف باجواء شعبيه بهذا الشكل، انت اخبر مني بعلم الجماهير، الناس بتهتف كل هيك حشرجاتها وكل اوجاعها وكل الامور اللي بتحبها، بتهتف بالسلبي، بتهتف بالايجابي، بتهتف بكل شيء، كل واحد بيهتف عنده هتافاته الخاصه. يعني بس هل تؤيدون هذه الهتافات؟ هل تؤيدون؟ نحن نؤيد هتاف واحد هو أوحد لبنان أولا وأولا وأخيرا، يلي قاله بشير من 30 سنة و 40 سنة، يلي عم بيقوله سمير اليوم. يعني ما بتتبنوا هتاف حزب الله إرهابي؟ نحن ما بدنا نفوت بهيدي الجدليه جورج. لا بس هيدي اساسيه، يعني امبارح هدف حزب الله ارهابي، هل تتبنوا ذلك ام لا؟ نحن ما بنتبنى هتافات الناس ولا بنرفضها ولا شيء، الناس بتعبر عن قناعاتها وعن ارائها. اللي بيطلع من بس يطلع قياده القوات بتقول هيدا الكلام، ساعتها نحن بنتبنيه، ما بتقوله قياده القوات ما بنكون نحن متبنينه، بس مش معناتها نحن بدنا نمنع الناس تحكي او نمنع الناس تعبر عن رايها. اليوم كمان كان في هتافات ضد سمير جعجع، شو بيجي بيتبناها حسن نصر الله؟ ما هو مش بالضروره. يعني هي هيدا شيء، يعني هي القصه ما هي القصه مش جدليه، يعني هي القصه لا. يا ايه يا لا، يعني فاذا موقف قياده القوات لحد هلا لا يتبنى هذا الهتاف، يعني هيك بفهم من كلامك. ما في بس تسمع كلام بالقوات عم بيطلع بهالمنطق هيدا بيكون كلام اخر. لا يتبنى ولا ما يتبنى، يعني مش انه هالقد حنبليه القصه يعني او كاتيجوريك. شو موقف هلا حزب الله بيتبنى الهتافات اللي عم تطلع بالشارع هونيك؟ يعني مش مزبوط هالكلام. شو تعليقك على الردود التي انحكى فيها اليوم عن كلام البطرك، عن موضوع المؤتمر الدولي، عن موضوع الحياد؟ يعني سمعنا كلام للمفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان، سمعنا كلام للشيخ صادق النابلسي، سمعنا كلام ايضا للنائب حسن فضل الله. صراحة سمعت بس، أنا قريت بالأحرى كلام الشيخ قبلان، ورح أكتفي بغض النظر عن كل التعليقات اللي طلعت عليه وطلع ما يكفي من تعليقات وردود فعل، أنا رح أكتفي بآخر الكلام باللي قاله الشيخ،
اللي قال فيه انه بكركي هي ما معناه، كاني بتذكر مزبوط اذا النص قدامك ممكن تقرا اخر سطر منه، انه بكركي هي بيت الجميع وهي مرجعيه وطنيه وهي ما الى ذلك. وانا برايي هيدا الكلام اللي يبنى عليه بالواقع، غير الكلام الاخر اللي هو كلام ما رح يؤدي لولا نتيجه ورح يؤدي لتغيير راي حدا باتجاه الاخر. نحن لازم ننطلق من هيدا الكلام تنبني على المشتركات بين بعضنا، نقدر نوصل لبناء بلد حقيقي ومنطقي يقدر يستوعب الجميع، يقدر يقبل الجميع، وكمان مثل ما نحن حتى بصلب عقيدتنا نقبل الآخر المختلف على الآخر المختلف، أن يقبل بنا لنقدر لنستطيع أن نعيش معا من دون أي تدخل خارجي لحساب أحد على أحد. هيدي جوهر اللعبة الأساسية. أنا انبسطت كتير بختام الكلام، ما رح أتوقف عند النص السابق لأنه كتار صاروا يحكوا فيه وكذا، ما حيأدي لنتيجة، يعني لا رح يغير البطرك رأيه ولا رح يغير المفتي إبلين رأيه، يعني ما بتصور هيدا رح يأدي لهيك. يعني مشان هيك الكلام اللي ما بيأدي إلى تقريب وجهات نظر أو تقريب مسافات معينة ما حيعطي النتيجة المتوخاة. طيب. خلينا نبني على الإجابة بكلام المفتي اللي إجا بآخر النص وأشاد ببكركي ودور بكركي، مع أنه عنده المآخذ اللي هو عليها، وهذا حقه المآخذ أن تكون على الموقف، كلنا عنا مآخذ على كلنا، وهذا شيء طبيعي، ولكن هيدا ما بيساهم بالبناء. أستاذ ملحم، هل ترى أنه هناك بوادر عودة الانقسام السياسي الحاد في البلد على غرار ما كان بال2005؟ هل ترى أنه سيكون هناك أيضا مواجهة سياسية بين بكركي وحزب الله؟ هل هناك بوادر من هذا النوع أم لا؟ يعني كلام البطرك يؤسس لمواجهة سياسية أم قد يؤسس لبداية حلول؟ برأيي بيأسس لبناءات سياسية وبداية حلول مثل ما تفضلت، بيأسس لمنطق جديد بمقاربة ما يحصل في المنطقة، وخصوصا تحييد لبنان عن طريق الفيلة يلي هو صراعات بين دول وسطى قائمة حاليا، مثل يعني مثل إيران ودول أوروبا أو دول السعودية أو مصر أو كل هالدول اللي هي تعتبر دول وسطى، وتركيا أو أدنى شوي، أو دول كبرى أو حتى دول عظمى مثل الولايات المتحدة. نحن بهيدا الصراع الفيها اللي نحن لبنان نملة، هيدي وجهة نظر البطرك، ما بده هالنملة تنداس على طريق صراع الفيلة، لأكترية هالصراعات ما إلا فيها لا اللبناني ولا الشعب اللبناني ولا الرسولية يلي امتازت بدور لبنان الأساسي اللي حكي عنه يوحنا بولس الثاني وكررها لبطة البطرك امبارح. على كل حال، حضرتك من 4 أشهر كتبت بموقع بوست 180 للزميل حسين أيوب، كتبت مقال عن الحياد اللبناني الإيجابي والفاعل الحياد اللبناني. انا بحكي لك ما بحب كلمه ايجابي وسلبي، ما هيدا انا لانه انخلطت علي بين الحياد اللبناني الفاعل وبين الحياد الايجابي. شو الفرق بين الحياد الفاعل والحياد الايجابي؟ يعني شو المقصود تحديدا بالحياد الفاعل؟ بالجوهر ما في فرق، بس لما بتقول حياد فاعل يعني انت شريك للاخرين بهمومهم، بحقوق الانسان، بالقضايا الوطنيه والعربيه الكبرى يلي انت معني فيها كمواطن لبناني موجود على هالارض، خصوصا القضيه الفلسطينيه. انت ما فيك تجي اليوم تقول انا ما دخلني اذا الشعب اخذ حقه او ما اخذ حقه، لا دخلني، دخلني لانه انا صاحب رساله، لانه انا موجود بلبنان، ولانه انا لبناني، وبعتذر كمان لأنه مسيحي قبل كل شيء، أنا معني بهيدي القضية، بس بذات الوقت أنا ومعني بهيدي القضية، معني بعدم تحويل لبنان لجبهة مستمرة تستنزف الشعب اللبناني على حدوده لحل هالمشكلة، هالمشكلة بحلها الشعب الفلسطيني، الشعب اللبناني عليه أن يكون شعب مؤيد لهيدي القضية بالشكل اللي بيلاقيه مناسب، بالأسلوب اللي بيلاقيه مناسب، ولكن مش على حساب لبنان وعلى حساب استنزاف الشباب اللبناني بالهجرة والمفاجع المستمرة على أرض لبنان. يعني الحياد الفاعل هو شبيه بالحياد النمساوي، مش بالحياد السويسري إذا بدنا نعطي أمثلة. يعني نتعاطف ونتفاعل ونفتح بيوتنا وأماكننا الخاصة والعامة لأي حوار قد ينتج خيرا لصالح
القضايا المحقة في العالم، ولكن لا نفتح جبهاتنا ولا يموت شبابنا لأجل قضايا القضية. هذا الطرح وهذه الأزمة السياسية اللي عم بتصير بالبلد، إن كان من ناحية موضوع كلام البطريرك أو من ناحية الموضوع الحكومي، هل يقربكم كقوات لبنانية من حلفائكم السابقين تيار المستقبل؟ بنقاط نحن قراب من بعض، وبنقاط في خلافات أو بحب أقول اختلافات بين بعض، وكل الناس تعرفها يعني منا جديدة، ولكن النقاط الاستراتيجية نحن قراب من بعض بكثير أمور، خصوصا أنه هن أيدوا مبادرة سيدنا بالحياد. نحن بنعتبر حياد لبنان منه أبدا جريمة، حياد لبنان هو عملية إنقاذية لكل اللبنانيين، بس باليوميات استاذ ملحم، باليوميات بالملفات اليوميه بالحكومه بالوضع السياسي، هيدا اللي عم بساله بالنسبه ل لا نحن بخارج، نحن خارج موضوع الحكومه، نحن جربنا نحن وحلفائنا بتيار المستقبل وبالحزب الاشتراكي انه نعمل استقاله جماعيه من مجلس النواب لنفرض اعاده انتاج السلطه والشعب يرجع القرار للشعب اللبناني ب انتخابات نيابيه مبكره، بس ما مشي الحال، ما كان في تقاطع على كل النقاط، كان عنده وجهه نظر مختلفه، واذا بتتذكر رئيس ماكرون حتى كان عنده وجهه نظر وقت كنا على قاب قوسين او ادنى من الانسحاب من او الاستقاله من مجلس النواب النيابي. انا بدي اسالك إيه، انه مش بدي اسالك إيه لك يعني، بس تعرف انه في شغله اخي، هالدوله هيدي الاسرائيليه الغاشمه، مش الغاشمه دخلها قاعده، نعم. انه صارت عامله بسنه واحده اربع انتخابات، انه ما بيحق لهم اللبنانيين اللي هن لازم يفاخروا على اعدائهم وعلى اصدقائهم وعلى كل الناس انه يعملوا انتخابات واحده ويعيدوا انتاج السلطه. خي بركي هالناس مش راضيين علينا، ما بدهم ايانا، ما بدهم فلان، ما بدهم فلان تاني، يرجعوا يعيدوا الانتخابات. شو قبل هلا اسرائيل بسنه واحده عامله اربع انتخابات، بس استاذ ملحم بعد في سنه وكم شهر للانتخابات، يعني هل محرزه تدعو لانتخابات نيابيه مبكره وهو بعد سنه وثلاث اربع اشهر منه لحاله، يعني المفروض يخلص، تعرف يخلص انا معك، بس مده المجلس النيابي يعني هلا الابدا نعمل حكومه ننقذ الوضع الاقتصادي، الدولار ب 10,000 معك حق، بس نحن لا قادرين نعمل حكومه، لا قادرين نتفق على اي شيء، الاحتياط بلش، الاحتياط غير الالزامي بلش ينفد، الاحتياط الالزامي بلشت العيون تتفتح عليه، الوضع الاقتصادي شبه عال، بس في انتقادات استاذ ملحم، في انتقادات عديده توجه الى تفضل صديقك بابلو نيرودا، كنا نحكي انا وياك في ايام الجامعه، شو كان يقول ان أو أولادي وأبنائي يلبسون الوحل سروالا بدل أن يلبسوا سراويل القمر. نعم. نحن صرنا بهالمأساة هيدي. الصورة حلوة لأنه بابلو قيلها، لو بده يقولها ابن الطريق واللي عايش على الطريق المعتر واللي فقير واللي تطلع مؤلمة جدا بشكل مؤلم بشكل محزن، بس إنه هيدا الواقع الحالي، هيدا الواقع ما عم تقدر تصلحه الحكومات، ما عم تقدر حدا يصلحه. شبابنا تركوا الحكومة السابقة اللي كان رئيسها الرئيس الحريري لأنه عرفوا أنه خلص ما عم يمشي الحال، مش مع الرئيس الحريري ما عم يمشي الحال بكل التركيبة. إعادة إنتاج التركيبة يعيد إنتاج الحكم والحكومة بشكل تلقائي، أنه هيدي منا كارثة، ما صار لنا لهلأ ست أشهر بلا حكومة، كنا عملنا انتخابات نيابية وأنتجت حكومة. بس أستاذ ملحم، يعني هناك من يسأل وأنتجت حكم وخلت الشعب اللبناني يتحمل مسؤوليته أكثر. بس هناك من يسأل أنه ليش أنتم مستقيلين مستقيلين من دوركم، ليش ما بتشاركوا بالحل؟ ليش ما يعني بدل ما راكدين على انتخابات نيابية مبكرة، ليش ما بتشاركوا بالحل وإنقاذ ما تبقى؟ يعني ليش ما بتسموا أسامي خبراء؟ وأنتم ما شاء الله يعني أثبتوا أنه عندكم أسماء وخبراء تبوأوا مراكز وزارية وكانوا ناجحين، وهيك بتسحبوا قصة التلت المعطل من فلان ومن علتاني، بتشاركوا بوضع حل؟ ما رح تعطي حل هيدي، لو بتعطي حل شارك فيها الحكيم، بس ما هتعطي. مين حل؟ قال ليش ما بتعطي، ليش ما بتعطي حل؟ يعني أنعونا ليش؟ ما عم بتلقاك منيح، تسمح لي بس كمل جملتي لأنه عم نفوت على بعض وفي ديلاي بالصوت. أنا بس بدي أقول لك ما هتعطي حل هيدي القصة، ما ممكن تعطي حل، لا تلت معطل ولا تلت ضامن ولا تلت مثلث، ما مش رح تعطي حل.
رح ترجع تنتج المشكل ذاته، ما في شيء بيعطي حل الا الشعب اللبناني ينتج السلطه على جديد. نحن بنشارك، نحن بدنا نشارك بالانتخابات، اكيد بدنا نشارك بالسلطه، الاحزاب شو شغلتها تعمل يعني؟ غير تكون عندها مشاركه مشروعه بالسلطه، بس هيدي السلطه هلا مثل ما رايحه مثل ما عم تتركب على جديد ما حتقدر تنتج حل، هيدي كل المشكله. نحن بالعكس هيدي شرف انه نشارك بخدمه الناس ونشارك بالسلطه وما نشارك بحياتنا بالتسلط على رقاب الناس، ولكن ما حتعطي حل بهيدي الطريقه، هيدي كل الخلاف يعني، او بالاحرى خليني اكون اكثر إجرية على الأرض وقول كل الاختلاف بحثاً عن عدم وجود خلاف مع الآخرين سواء كانوا أقربين أو أبعدين، لأنه أكيد طبعاً في خلافات كتير كبيرة بين مجموعات لبنانية أساسية ومكونات أساسية بالجوهر وبالمظهر وبكل شيء يعني، وقد تكون ل 180 درجة، بس بالأخير بدنا نلاقي قاسم مشترك نلتقي كلنا عليه لنقدر نحمي البلد ونحمي كيان البلد ونزيح البلد عن طريق الفيها اللي برجع بقول لك يلي بتبلش بالصين تمرق باخر كل الدنيا وبتوصل على واشنطن. من هون الكارثه الجايه على لبنان، ومن هون الخطر القائم على لبنان، من هون تحسس سيدنا الراعي بانه قيمه انه تحييد لبنان عن هذا الخطر. طيب اذا انتم برايكم اي شكل ممكن يكون للحكومه لحكومة سعد الحريري شكلها بهذا العهد ومع هذه الطبقة لا يمكن أن تنتج حلا؟ نحن صراحة منا شايفين رح تعمل هيك، إن شاء الله الظروف تساعد الرئيس سعد الحريري ويفاجئنا يعني بس أنا صراحة عم أقول لك كقوات لبنانية نحن مش شايفين إنه حيساعدوه بهذا الاتجاه. إذن بالواقع يعني طالما يعني اذا بدي ارجع لموضوع الانتخابات النيابيه المبكره اللي انتم راكدين عليها او عم تطرحوها، هو يمكن مش راكدين، نحن مصرين عليها بس يمكن ما يطلع بايدنا، ما هي يعني مش يمكن بس انه مصرين عليها، بس يمكن حتى ما يطلع بايدنا يكون في انتخابات بمواعيدها يعني بعد سنه وثلاث اربع اشهر، ما حدا بيعرف. بفضلك يعني شفت كيف؟ يعني صرت انه مش بدك يعني بعتذر على التعبير تقرف من حالك، بدك تحسب اسرائيل. تخيل يعني قديش بس هون ليش اربع انتخابات عملوا بسنه يا جورج؟ بس ليش انتم ما بتطالبوا هلا على الاقل بانتخابات فرعيه؟ يعني لان عندنا 10 مقاعد شاغره بين اللي استقالوا وبين اللي توفوا. نحن مع تطبيق الدستور هلا وقبله وبعدين، هي ما لها علاقه، بس اذا بيعملوا انتخابات مبكره كلنا سوا فرد مره بيكونوا لغيوا الانتخابات الفرعيه. نحن مع تطبيق الدستور، ما عندنا مشكله مع تطبيق الدستور، بس نحن مع الانتخابات العامه المبكرة لإعادة إنتاج السلطة، مش لهيك إذا بدك ترقيع الأشياء اللي ما بتترقع بقى يعني. الأمور ما بتترقع، الناس قرفانة حياتها، ليك شو عم بيصير على المرفأ، ليك شو صار بالكورونا، ليك شو ليك كيف الجسم الطبي الطاقم الطبي تقريبا عم بينهار، كتار منهم عم يتركوا لبنان ويهاجروا، الوضع المالي تعيس جدا، كل المشهد للأسف سوداوي. بس إنه كيف بدك تقربه؟ كيف بدك تحله؟ بدك تحله بإنه تروح تعمل اجتماعات بمجلس النواب، تعمل اجتماعات للحكومة، تعمل ما بعرف شو. البلد محاصر نتيجة إنه وجوده على خط الفيلة وعلى الصراع الإقليمي. طيب. خط الصراع الإقليمي والدولي. بس ما بيفك الحصار على البلد إلا إذا زحناه عن هيدا الخط وقدرنا حمينيتا نحمي حالنا ونحمي أهلاتنا ونحمي أولادنا ومستقبلنا. لانه نحن هلا ما بنشوف انه شو عم نعمل هلا غير عم نحط حالنا بمطرح نداس بالرايح وبالجاي كبلد، ونتعرض لمؤامره تغيير المنطقه اللي عم بيصير واللي نحن ما لازم يكون لنا دخل فيه. بالعكس، لقول لك نحن شو لازم يكون دورنا. تعرف انه لو لبنان عم يلعب دوره الاساسي مثل ما لازم، ما كان صار باتاكلون بفرنسا. بدك تستغرب من اللي عم تطرحه. صار شيء عم ما بعرف شو صار. ايه مش الحال بس ما كان صار باتاكلون بفرنسا جورج لو لبنان عم يلعب دوره الطبيعي، لانه بلبنان البلد الوحيد، مش رح اقول الوحيد، البلد واحد من الاقليه يلي ما في بيئه حاضنه للارهاب. ولا قدر قلع الارهاب بلبنان. وهيدا الفضل مش للمسلمين ولا للمسيحيين،
الفضل للمسلمين والمسيحيين والملحدين وكل واحد اجى على لبنان لاجل حمايه حريته الخاصه الدينيه والشخصيه والسياسيه والحريات العامه لإله. هيدا لبنان هو النموذج يلي لازم نرجع نبنيه ليكون دوره رسولي بالمنطقه، بس نحن عم نخسر دورنا لانه عم نخسر دورنا نربط حالنا بمصلحه تهم دول العالم. وشو عشو الناس بدها تركض وراك؟ الناس تركض وراك اذا كان في مصالح الناس او الدول، قصدي الدول الكبرى بتفتش على مصالحها. لبنان اليوم منه جزء من مصالح حدا لانه ما عنده لا سلاح ولا عنده شيء، ساحه مباحه للاباحيه السياسيه والعنفيه وكل هذه الموبقات. استاذ ملحم، بدي اسالك عن نقطتين قبل ما نختم لقائنا. اول شيء، انتخابات المجلس الاعلى للروم الكاثوليكي للاسبوع الماضي صار في اشكاليه فيها، وحضرتك طبعا معني بهذا الامر. صحيح. شو صار يعني، شو بده يصير بالاخر يعني هذا الخلاف؟ انا من سنتين بدك ياني احكي باختصار جديد؟ نعم. انا من سنتين قدمت مع مجموعه علاء حكيم، جورج عايس، وحفظ الالقاب لويس لحود وسليم وردي، بعتقد قدمنا مجموعه اقتراحات لتعديل نظام المجلس الاعلى، ومشيوا معنا بالتعديلات كتار من كل الفرقاء، يعني الأولى صحناوي مشي معنا، سليم وجريصاتي مشي معنا، كتار من المستقلين اللي هني منهم لهم انتماء سياسي مشيوا. إلغاء منصب نائب الرئيس اللي هو عم بيصير عليه صراع سلطة بغير محلة بالمجلس الأعلى، وإلغاء منصب الأمين العام، يضل البترك رئيس والمجلس الأعلى يفعل ويضم نخب الطائفة، أو ما بحب سميها طائفة، النخب اللي عابرة لكل الطوائف لتحويل المراكيين الكاثوليك إلى جسر لكل المكونات اللبنانية. فشلنا بهذا الشيء، ما حققوا هذا الموضوع. أنا رجعت أصريت على سيدنا يوسف أنه يلغي المجلس الأعلى من أساسه لأنه ما عم بيقوم بالدور الأساسي. بيتقاتلوا على بيانات وبيتقاتلوا على أي شيء، بس عملياً الدور الجوهري للمجلس الأعلى ما عم بيقوم فيه. يلغيه ويعود إنتاجه على الجديد بالطريقة اللي بتليق فينا وبتليق بكرامة الروم الملكيين الكاثوليك. نعم. وبتليق بكرامة لبنان. نحن مع احترامي لكل مجالس الملل بلبنان، إذا بدنا نكون مثلهم ما نكون نشبه حالنا، لأنه نحن منا طائفة، صحيح طائفة مؤسسة ومكونة للبنان، ولكن طائفة صحيح لبنانية ولكن لها طابع مشرقي أكبر. نعم. بحاجة أنه يكون أكيد. واسع. هاي بدها شرح أكبر يعني، مش رح تاخذ حق. بالختام كان عندك تجربة مع الكورونا، أنت وأفراد عائلتك كلها، بدي أقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. والحمد لله على سلامة أفراد العائلة كمان، والله يرحم الوالدة برجع عن جديد بقول لك. اليوم في لقاح موجود، بلشوا الناس ياخذوا اللقاح. اليوم أنت طالع من هذه التجربة، شو عندك بالختام تقول للناس يلي عم بيسمعونا؟ وبعرف أنه عندك مساج حابب أنك توصلها عن هالموضوع بالتحديد، لو سمحت بشكل سريع بختام اللقاء. أنا للناس بقول لهم ضروري ياخذوا الطعم الكورونا، ضروري ياخذوا الطعم، أي طعم اللي كان ضروري ياخذوه، شرط يكون أبروفد، يعني مش إنه طعم من الدكاني. بس الشيء الأساسي بقوله للدولة أو للإدارة، وزارة، ما بعرف شو صار، بعتقد انقطع الإرسال. في عندي تفضل أستاذ ملحيم، بعتقد رجع التواصل معك. قبل ما على القليل يطعم 200 و300 و400 ألف، أنا عم بحكي أرقام لأنه منه اختصاصي وما شغلتي، بس بتصور هلأ هتستضيف مستشار معالي الوزير، يمكن عم شوفه على الشاشة. نعم. ممكن يوضح لنا أكثر. أنا ضد، عم بحكي كحدا مرق بالتجربة. نحن تخيل بغلطة من أحد أصدقائنا، عيلة طويلة عريضة تعرضت لموجة وبائية يعني، وبعدنا لهلأ عنا ثلاثة صهري بالمستشفى وولاده اثنين كمان مصابين بكورونا. يعني تخيل قديش هالكارثة ممكن تكون كبيرة، ممكن تكون قاتلة إذا ما أخذت احتياطات جدية. فرنسا لليوم بعد ما فتحت، عشو مستعجلين نفتح لنأكل تنعيش؟ ما لازم نعيش تنقدر نأكل. على كل حال بتمنى هالرسالة أن توصل للمسؤولين. أنا بدي أشكرك الوزير السابق ملحم رياشي على هذه الإطلالة معنا اللي حكينا فيها عن عدة أمور، سياسة وصحة.
شكرا لك واهلا وسهلا فيك. شكرا، تحياتي لك. يا هلا فيك.